فارس شايب مراسل القناة من ولاية سطيف. أهلا بك فارس. أهلا بك يا حنان وبكل السادة المشاهدين، صباحك سعيد وصباح الثلوج لكل الجزائريين إن شاء الله. صباحك أسعد فارس. فارس، ماذا عن وضعية الطرقات في ولاية سطيف؟ تفضل. طيب زميلتي، اتفقت ولاية سطيف على حلة بيضاء صباحة اليوم، أين يعني نشاهد تساقط كثيف للثلوج، وأيضا يعني كل المحاور الطرقات خاصة الشمالية هي الآن مسدودة ومغلقة، وتعرف بعض الطرق وأيضا الأخرى على مستوى الطريق الوطني 5، وأيضا السيار صعوبة في السير، لا سيما بعض المحاور البلدية لحد الساعة التي ربما سنحاول الاتصال بالمسؤولين هناك لأجل رصد أكثر تفاصيل حول وضعية الطرقات. المهم أنه الطرقات هنا في الصيف يعني تقريبا مشلولة والحركة منعدمة، على اعتبار أن كمية تساقط الثلوج لا زالت في استمرار. سنوافيكم بكل التفاصيل في النشرية اللاحقة، وأيضا نرصد أيضا أن التلاميذ لم يخرجوا لحد الساعة نعم من البيوت، على اعتبار أن ربما سيكون يوم أبيض لدى التلاميذ، وسنوافيكم كما قلت بكل التفاصيل أيضا زميلتي. نعم شكرا لك فارس شايب مراسل قناة النهار من ولاية سطيف، شكرا لك على كل هذه التوضيحات.